متابعة لشكاوي المواطنين بموضوع الاستبعاد من الدعم، الناس اليوم بتقول لك شو عم يصير؟ ليش أنا تم استبعادي؟ قدمت شكوى ما تم الاستجابة، صار لي أيام كثير ما عم يتم الاستجابة أو ما عم بقدر أدخل على التطبيق، في ناس اليوم عم يستبعدوها ثاني يوم عم يرجعوها على الدعم، الناس كلها اليوم عم تقول لك شو عم يصير؟ نحن اليوم مشاهدينا رح نشوف شو عم يصير. بدنا نشوف العالم اللي جاي تشتكي شو سبب الشكوى اللي هي جايه، ليش ما زبط معها، ليش جايه لعند المختار. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا ومرحبا. هلا خلينا اول شيء نعرف سبب الاستبعاد من الدعم، وحضرتك هلا انت هون ما زبط معك ما زبطت معك الشكوى؟ هلا نحن اشتكينا ما ردوا علينا. قد ايه ضلت مده الشكوى؟ من اول ما طلعت راسها لليوم لحد هلا لساتها مستبعده. بنتي عندي متزوجه وعندها 3 اولاد، تمام، زوجها خارج القطر. استبعدوها من الدعم، ليش استبعدوها؟ طب اذا زوجها بخارج القطر وما لا عم يدفع ولا عم يصرف عليها ولا شيء وقاعده عندي، طب انا شو ذنبي؟ مثل حكايتي هلا انا عندي سجل درجه رابعه. طيب على اساس شو استبعدتوني؟ ليه؟ لا السجل درجه رابعه رجع. طيب رجع لا. هلا ابن عمي ما ردوا استبعدوا وما عنده غير لا بيملك بيت، لا بيملك محل، لا بيملك سياره، ما بيملك شيء. ما عنده غير هالسجل ومن 20 سنه ما فعلوا بأي شيء. بعد ما قدم اعتراض ردوا رجعوا له، ردوا استبعدوا من الدعم، ردوا استبعدوا كمان. هي نتمنى انه النظر بهاي الحاله. يعطيك العافيه. اهلين وسهلين. هلا انا عندي مشكله انه عندي سياره انسرقت بال 2012، عندي سياره ثانيه كان هلا من جديد 2007، هي بعيده عن الاستبعاد يعني. اما سرقه السياره راحت هذيك ال 2009 مشي قام استبعدوني كمان نفس القصه، انه لحد الان ما عرفت ليش استبعد، مع انه عندهم عندي انا ضبط شرطه وموجود وكذا ورجيتهم الى الوين ورفضوا انه يرجعوني يعني استبعاد. هذا هو اليوم دوركم كمختار وكمان في لجنه حي. اليوم انتم بدكم تقدموا الخدمات للمواطنين، بدكم توعوا المواطنين. يا هل ترى في عالم اليوم بتعرف انه هي لازم تجي لعندك من سكان منطقتكم، انه بتعرف انه لازم يجوا لعندك ويقدموا على الشكوى؟ نحن كلجان احياء ومخاتير نحن بنستقبل الاهالي كافه باي وقت اثناء الدوام، حتى بنضل بعد الدوام لترشيدهم وتعليمهم كيفية استخدام الاعتراض عبر الرابط اللي عنا اياه بالموضوع هذا بهذا الخصوص، واللي ما بيعرف نحن بيجي لعنا ممكن نحن نخدمه من خلال اجهزتنا ونقدم له الاعتراض. يعني هلا اي حدا ان كان من منطقتكم بده يجي لعندكم يقدم اعتراض، انتم عم تاخذوا بعين الاعتبار هالاعتراض، في اعداد استاذ؟ ايه في، صار بلش العالم تتوارد لعنا وبلشنا نقدم له اعتراضات من خلالنا، وفي منهم عم نعطيهم الرابط وانهم يقدموه من خلال عندهم من اجهزتهم نحن. شكرا لك. يا اهلا وسهلا. مشاهدينا كمان نحن متابعين بجوله مع عند المخاتير لنشوف شكاوي المواطنين شو هي، هل في صعوبات كمان بالتقديم عند المخاتير. مرحبا مختار. اهلين وسهلين. الله يعافيك. هلا الشكاوي مثل ما خبرونا كمان هون انه كلها عم تتجمع عندك اخر شيء، انت هلا الشكاوي تمام، شو عم تعمل فيها؟ بوقت اللي عم يجوا الناس عم نوعيهم، اللي عنده برنامج وبيعرف يستخدمه عم ننصحه بطريقه استعمال البرنامج، لانه هذا اسرع بوفر عليهم وقت. وقت بيكون في ضغوطات على الشبكه ما عم يستجيب معه، عم نحاول نحن نتصل من عنا ونقدم له الشكوى تبعه. طيب انتم دوركم بينتهي عن تقديم الشكوى ولا بتتابعوا له الشكوى للمواطن اللي يجي كمان انه يقول لك مثلا انه تم استبعاده او ما تم استبعاده؟ لا بنتابع الشكوى وبنشوف سبب الاستبعاد، واذا كان موضوعه ما بيستحق الاستبعاد بنتابع له اياها وبنقدم الموضوع، وفي استجابه سريعه لموضوع الشكاوي. طيب اذا هلا نحن بدنا نحكي بحاله العم هون، هلا كان كمان جاي يراجعكم، حالته هي انه استبعدوا بنته من الدعم، هي متزوجه ولكن مقيمه عنده وابنها خارج البلد، هل يحق له الشكوى؟ ايه بحق له شكوى. طيب هلا ما عم يردوا عليه هالشكوى؟ إيه. انتم هون دوركم بما انه انتم هلا عم تشتغلوا هاي الشغله شو؟ نحن بنراجع المسؤولين للاستفسار عن سبب الاستبعاد وشرح الحالة الاجتماعية تبعه، وبضوء القوانين بيعطوه حق. ممكن يكون في مدة زمنية لينتظر فيها، بلكي مثلا وصلته جرة الغاز، هلا هي سعرها بالحر يعني بالنسبة للناس هلا ما أنا مناسبة، ممكن انه بهالحالة هي تروح عليه، انه في مدة زمنية سريعة انه عم تخطو خطوات سريعة ولا؟ الخطوات عم تكون سريعة، بس اليوم في ضغط كثير عليهم بالعمل بهذا الموضوع. يعني النت عندهم ما عم يوقف والمراجعات ما عم توقف،
وإذا بتشوفي الأماكن تكامل عليها ازدحام بسبب هذا الموضوع، بس هن عم يحاولوا جهدوا قد ما عم يحسنوا. إذا هو مختار، إذا هو تطبيق، إذا أنت عم تقول تطبيق، هو الزحمة عندهم إنه العالم عم تروح لعندهم، ما أنت بهالحالة ما في داعي. لا، في ناس على التطبيق وفي ناس عم تروح تاخذ اوراق لتشرح حالتها، لانه في امور بالشكاوي بدها اثباتات. يعني هن استبعدوه لهذا السبب، هذا السبب مو موجود، بيروح بياخذ وثائق انه هذا السبب مو موجود، يعني سبب استبعادي مو صح، هذا صار بده وثائق، بيروح هو بيقدمها. دوركم هون انه اذا اجى بالاوراق لعندك ممكن يخففوا ضغط وازدحام على شركه تكامل، بتاخذوهم انتم بتجمعهم وبتاخذوا الطلبات؟ ايه ممكن، ممكن إذا وافقوا هن منقدم نحن على هاي الأمور. هون برهن موافقة مين؟ برهن موافقة تكامل. إذا مشاهدينا هلا مثل ما تابعنا بلجان الحي المخاتير الكل يعني عندهم نفس الشكوى إنه في صعوبة بالاستجابة، في حالات يعني بدها شرح أكثر. بختام جولتنا مشاهدينا رح نلتقي هلا حاليا بالدكتور ياسر الحجة المشرف المعلوماتية بمحافظة دمشق. يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمكم، أهلا ومئة سهلا فيكم. دكتور، هلأ نحن شفنا الإجراءات، شفنا الآلية، شفنا المخاتير كيف عم يتبعوا الآلية مع المواطنين، يعني الناس لحد اليوم عندها صعوبة. هلأ الأرقام اللي صارت عندكم، الأعداد اللي صارت عندكم، احكي لنا أكثر عن الموضوع. الحقيقة من خلال واستكمالا لجولات السيد محافظ، كان لنا جولات على المخاتير واجتماعات بالمخاتير. الحقيقة اللي مساعدته في اتخاذ إجراءات سهلة وسريعة لاستخدام برنامج النت نظام الشكوى، وحاولنا أنه نوضح لأقل فئة تعلمت كيف تستخدم الإنترنت أو تستخدم برنامج الشكوى نظام الشكوى، من أجل ما يتعذبوا، ما يكون في عذاب لهم بالتنقلات، تعرفي هلا التنقل من مكان لآخر أو مكلف وسريع، مكلف ومتعب. فحاولنا نختصر هاي المرحلة من خلال تفعيل المخاتير ولجان الأحياء في المحافظة لتوعية المواطن ومساعدته، واللي ما عنده مثلا نقطة وصل أو نقطة اتصال يلجأ للمختار ولجنة الحي يساعدوه من خلال استخدام هذا كيفية استخدام هذا البرنامج ويستخدموا ويعملوا له. عم يتم الإجابة للشكاوي فورا دكتور؟ الحقيقة الإجابة فورا، اليوم عم تكون الشكوى، ثاني يوم عم تكون الإجابة أو ثالث يوم بالحد الأقصى. حتى الآن من خلال الجولات يعني اللي قمنا فيها أو استفسرنا من المواطنين فيها، أنه خلال يوم أو يومين عم تكون الإجابة على الشكوى. لأنه هلأ اليوم نحن عم نشوف صعوبات المواطنين، عم تعاني كتير الناس، ما عم تقدر تقدم الشكاوي، عم يقولوا لك أنه نحن عم نفوت على التطبيق ولكن عم تمد معنا أسبوع وأسبوعين. عندكم معلومات عن هالموضوع دكتور؟ الحقيقة اللي قمنا فيه أو من خلال تجربتنا أو تتبعنا لبعض المخاتير واللجان الأحياء وبعض المواطنين، أنه الإجابة عم تكون اللي سألناهن أو اللي أتيحت لنا الفرصة بالتحدث إليهم، كانت الإجابة خلال يومين وثلاثة بالحد الأقصى عم تكون الإجابة للمواطن. عم تكون الإجابة أنه أنت بعدك مستبعد أو يعني خلص أنه نحن رجعناك على الدعم. نعم. مع هاي المشاكل هلأ نحن رح نروح كمان مشاهدينا نتابعها بوزارة النقل، نشوف ليش الشكاوي أكتر، إنه في ناس اليوم عم يتم استبعادها بكرة عم ترجع، يعني هون صارت كتير العالم عم تضوج من هذا الموضوع. رح نطلع هلأ على وزارة النقل ونشوف كمان بوزارة النقل شو عم يصير. بيانوا أسباب استبعاد البطاقة من الدعم. أولاً، نفتح المتصفح وندخل الرابط التالي cs.sy. ثانياً، ندخل الرقم الوطني الخاص بالبطاقة ورقم البطاقة، ثم نضغط على تسجيل الدخول، حيث تظهر لك نافذة تتضمن سبب الاستبعاد، ثم نضغط هنا لمعرفة المزيد من تفاصيل الاستبعاد. يرجى من الإخوة المواطنين إعادة الدخول مرة أخرى كل فترة للتأكد من الرد بعد الاعتراض على استبعاد البطاقة، وبعد تدقيق الاعتراض وبيان صحته يأتي الجواب على الشكل التالي: هذه البطاقة ليست مستبعدة من الدعم.
مشاهدينا، هلا صرنا بوزارة النقل عند الأستاذ محمود أسعد مدير النقل الطرقي بالوزارة. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا فيكم. أهلا هلا أستاذ محمود. هلا نحن عم نتابع موضوع الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين لموضوع الاستبعاد من الدعم بالنسبة للسيارات. اليوم الناس كتير عم تقلك إنه أنا ليش استبعدوني من الدعم إذا أنا سيارتي مثلا عندي سيارة واحدة، أو إذا مثلا أنا عندي سيارة مسروقة. هلا الحالة اللي نحن شفناها إنه سيارته مسروقة وفي بيانات بهالشيء هذا، طب أنتوا هون بهالحالة هاي كيف عم تنظروا للشكاوي المقدمة بالنسبة للسيارات؟ نحن هلا الحالات اللي عم نستقبلها، ونحن من يوم ما تم صدر القرار بتوجيه من السيد الوزير تم تشكيل لجنة على مستوى رئاسة معاون وزير وعضوية أنا وفي المهندسة مديرة المعلوماتية بالموضوع، وعم نتابع الحالات كلياتها. وفتحنا مديريات النقل والدوائر الفرعية، يعني عندي 50 مركز عم يستقبل المواطنين لحل المشاكل اللي هو عم يعترضها، من بناتها أن السيارة مسروقة أو محروقة أو مدمرة أو بياناتها فيها خطأ. كل هذا عم نستكمله وعم نعطيه للمواطن بيانات جديدة، ممكن يراجع الشركة المحروقات أو الجهة اللي هي مسؤولة عن تنظيم بطاقة البنزين تبعته ليدخل البيانات ويتم إعادة الاستبعاد عن الدعم تبعه. طيب أستاذ أنا بدي أختم معك اليوم، الناس اللي عم تقلك أنا ما عم بقدر اشتكي، الشكاوي ما عم توصل. نحن مو بس يعني بمحافظة دمشق، الشكاوي عم تجينا من كافة المحافظات إنه نحن ما عم نقدر نشتكي. كيف بدنا نشتكي إذا ما عم يردوا علينا على الشكوى؟ التطبيق فيه مشكلة. طيب هون بهالحالة هاي أنتوا شو عم تعملوا؟ إحنا الشكاوي اللي هلأ عم نستقبلها، هلأ التوجيه اللي إحنا عم نستقبل كافة المواطنين مهما كانت الشكوى تبعته، بس فيش إجراءات إحنا ممكن نعالجها، وفي حالات أنا لست قادر على معالجتها. إحنا عم نعالج موضوع اللي إلى علاقة بوزارة النقل هي المركبات، ما هيك إحنا عم نستقبل المواطنين لنوجهه وين الجهة اللي لازم يراجعها. أما موضوع أنه هل الجهة الثانية استقبلته ولا ما استقبلته، هذا موضوع ما فيني أنا أتدخل فيه لأنه خارج صلاحيتنا. شكرا لك. اللي عم يصير تقاذف للمواطن بين الجهات المعنية بموضوع الاستبعاد من الدعم. طيب ليش هذا السبب اللي عم يصير؟ شو هي الأسباب اللي عم تخليه يصير؟ في حالات خاصة عم تجي على وزارة النقل بتقول لهم مشكلتكم مو عندي، بتروحوا على تكامل، تكامل بتقول لهم على وزارة التجارة، وزارة التجارة عم تكتفي بإصدار البيانات فقط أو هو التطبيق على الفيسبوك. طيب في هون حالات، في أوراق رسمية، في ثبوتيات الناس بدها تقدمها، وين بدها تروح بهالحالة هي؟ بدي أعطي مثال أخير، مثلا زوجة شهيد إجت على النقل، بالنقل بيقولوا لها إنه شغلتك مو عنا، يعني شغلتك عن التجارة الداخلية، بتروح على التجارة الداخلية بيقولوا لها شغلتك مو عنا. طيب شغلتها وين بهالحالة هي؟ في ثبوتيات اليوم بدها تتقدم، يعني بغياب الجهات المعنية وتقاذف المواطن، بدنا نعرف الناس اليوم كلها بدها تعرف شو عم يصير.